مساء الخير مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج الفار الرياضي على قناتكم الوطنية من الجزائر. البداية ستكون بالندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني جمال بلماضي بالمركز التقني سيدي موسى، تناول فيها العديد من النقاط التي تتعلق بالمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام كل من موريتانيا، مالي وتونس توليا. نتحدث أيضا في السياق عن استقالة أعضاء المكتب الفيدرالي من الرابطات الجهوية والولائية، نتحدث عن بيان الفاف الذي يلاحظ العنصرية على خلفية الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعب نجم مقرى الصومانة، نتناول أيضا التحقيق الذي فتحته الرابطة المحترفة في قضية فحوصات أقول PCR التي تتعلق بفريق اتحاد بلعباس، ونتائج الجولة 24 للرابطة المحترفة. كل هذه النقاط ومتفرقات أخرى رفقة محللي برنامج أقوال الفار الرياضي وأيضا الضيوف، أسعد باستضافة دائما الإعلامي رفيق وحيد، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. أهلا بك عصام، سعيدا بتواجدي في قناة الوطنية. نرحب بالشيخ زكريا اللي دائما حاضر معنا اليوم، جاي وفيها ندوة صحفية ما كانش يعني ربما حالة تحكي بها كثيرة. ونرحب قبلك يعني بضيفنا وصديقنا وزميلنا من تونس الحبيبة فهمي البرهومي، أهلا بك. شكرا رفيق وحيد، دائما أسعد باستضافتك، تنورنا دائما في هذا البرنامج. أسعد أيضا وأجدد التحية والترحاب للخبير الدولي في التحكيم محمد زكريني، مرحبا بك. مرحبا عصام، جمهورنا الرياضي الكريم، رفيق وحيد صديقي، ضيفنا الكريم، كل الجمهور الرياضي، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. طبعا وأذكر بأنه سيلتحق معنا من تونس بعد قليل فهمي البرهومي من إذاعة موزايك التونسية، لنستطلع طبعا آخر تحضيرات واستعدادات المنتخبين التونسي والموريتاني قبل ودية المنتخب الوطني الجزائري. دعني في البداية أستسمحك رفيق وحيد وأيضا محمد زكريني أن نخوض في الحديث الأول الندوة الصحفية محمد زكريني، لكن قبل أن نستمع لجانب من تصريحات الناخب الوطني الذي عرج في ندوة مطولة في تناول فيها العديد من النقاط التي تتعلق بالمباريات الودية القائمة وأيضا أهم المباريات القادمة للمنتخب الوطني. في المنتخب كاش مباراة ودية، كاين يا دي ماتش دي بريباراسيون كي سون تري تري امبورطون. جو لو ريبيت، لا ديرنيير دات فيفا اون ما دي دي ماتش سانز انجو ريزولتا فينال اون ا بيردو اون بلاس او كلاسمون فيفا. Donc ceux qui disent ça, qui fassent attention quand ils s'expriment, c'est des journalistes. Lazem yarfo, lazem yedou mousoulia ce qu'ils annoncent et comment ils présentent les choses. Daymen que le muntakhab telab kayen fi il y a toujours quelque chose d'important là-dedans. Soit le temps de jeu qu'on peut donner à les laibin qui n'ont pas l'habitude de jouer mais qui sont des internationaux et des très bons joueurs, soit parce qu'il y a le classement FIFA, soit il y a tout ça ensemble. Moi, indécent d'aller faire des calculs sur des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas algériens. Demain, s'ils sont algériens et qui sont sélectionnables, vous me reposerez cette question à ce moment-là où on reconsidérera les choses. Mais j'ai même pas envie de perdre mon temps à réfléchir sur leur situation. Hier, ils ont joué un match avec l'équipe de France. Moi, je vais calculer leur éventuellement si au mois de septembre ils vont être avec nous. Je rentrerai pas là-dedans. Les joueurs, c'est des joueurs. On renie pas leur truc. J'ai pas envie de. Même pas de rentrer sur ce sujet, c'est un sujet qu'on a tellement, sur lequel on a tellement parlé. Moi, je pensais que ça avait été réglé. Ils ont cette double, entre guillemets, cette double nationalité, si vous voulez, cette double culture, appelons-la comme vous voulez. Aujourd'hui, ils jouent en équipe de France. J'ai pas à chercher à savoir si demain ils comptent changer de nationalité. Aujourd'hui, ils jouent en équipe de France, les gars. Donc voilà. Donc on verra dans l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs d'équipe de France avec tout le respect. إذن كان هذا جانب من تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي على خلفية الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التقني سيدي موسى. على غير العادة دعني أبدأ معك محمد زكريني، طبعا الندوة الصحفية تناول فيها الناخب الوطني العديد من النقاط، المباريات الودية التي سنلعبها مهمة للمنتخب الوطني قبل تصفيات كأس العالم، مباريات ودية لكنها تحضيرية ومهمة بالنسبة للمنتخب الوطني، تواريخ الفيفا فرصة لنا وسنستغلها في التحضير وعدم إهدار الفرص ونسعى دائما للتألق.
نعم عصام، ولو اني انا سجلت في الندوه الصحفيه تاعها، وعد سجلت هو ندوه صحفيه طويله بزاف وفيها نقاط كثيره، انا ديت حوالي 6 أو 7 نقاط فقط نجاوبك على هذا السؤال، اللي انا بكل صراحه الندوه الصحفيه كانت طويله بزاف، يعني انا يا شفتها طويلة تحدث على عدة مواضيع، سجلت بعض المواضيع منها دوك تهضر لي على المباريات الودية. نعم قال هي مباريات مهمة واعتبرها مباريات رسمية بطبيعة الحال، لأنه راه يستدعي لاعبين، واللاعبين في المباريات هادو لازم يشوفهم من كل النواحي ويشوفهم من كل ناحية، وماذا به يفوز بهذا المباريات لأن يهمه الترتيب في النهاية، عنده عدة أهداف للوصول إليها. علاش قال أنا أعتبرها رسمية؟ لأنه يريد تحطيم فيها أرقام قياسية، تحطيم الرقم القياسي الإفريقي اللي هو بحوزة الكوت ديفوار 26 مباراة. لهذا قال أنا لما ألعب المباريات الودية أعتبرها مباريات رسمية، معناتها لن انهزم، صح، لابد ماذا بيا نتعادل، ماذا بيا نفوز. هذا وركز كذلك، لو شفت قال تونس تحتل المرتبه الاولى عربيا، صح، عربيا في الترتيب العالمي، والثاني افريقيا، والثاني افريقيا، واحنا نحتل المرتبه الثالثه والثلاثين عالميا، صحيح. لهذا قال انا ندير كل المباريات الرسميه وندير المستحيل باش يفوز، حتى ولو أنه ذاهب إلى تونس من أجل الفوز، هو في رأسه الفوز، لأنه لو يفوز في تونس ضد المنتخب التونسي تكون حسابات أخرى في المباريات الفاصلة هذه، لأنها نقاط تكون عندها وفيها عدة غدوة في تيراج سور تاع كأس العالم، المنتخب الوطني بيكون في شابو 3 ولا شابو 4 ولا حاجة، قادر يكون في المونديال تكلم ولا المونديال يكونوا 10 يلعبوا يعني بريمي شابو، لا انا فاهم ال10 5 اللي يتاهلوا للكاس العالم تاع افريقيا لي 5 بريمي، صح، مع فوالا يكون عندهم نقاط ايجابيه للمنتخب. لهذا هو ركز قال انايا ما عنديش، ما نقولش المباريات اللي راح نلعبهم رايح كاني نلعب في سياحه ولا لا، اخذ كل هذه الامورات بجديه، مباريات وديه لكنها بطابع رسمي، بطابع رسمي للتقدم في الكلاسمون، صحيح، للتقدم للوقوف على مدى جاهزيه طبعا اللاعبين، لاعطاء الفرصه للاعبين الجدد، ولو انا دائما كنت اركز ان بالماضي لن يغير من التركيبة البشرية اللي فاز بها في كأس إفريقيا، لن تكون هناك تغييرات كبيرة جذرية، صح، استدعى 30 لاعب فيهم لاعبين غايبين 2 فقط، هما بن ناصر لإصابة وفيها إبراهيمي لخيارات فنية، هذا ما كان من لاعبين من بين 23 لاعبين اللي كانوا معاه في كأس إفريقيا، استدعى لاعب واحد جديد هو حارس المرمى تاع اولمبيين جادل عبد الرحمن. لهذا انا اقول هو كان دائما ويركز ويحفز اللاعبين بانه المباريات اللي راهن نلعبوهم ورانا راح نخذوهم هما ديروهم في رسانكم باللي مباريات رسمية. شكرا لك محمد الزكريني، واتحول مباشره الى الزميل رفيق وحيد. طبعا كيف تابعت الندوه الصحفيه وما هي ابرز النقاط التي لفتت انتباهك بصفه عامه؟ لا، هي ندوة صحفية أكيد طويلة، فيها يعني عدة نقاط، تحدث على لاعبين، يعني كل لاعب على حدة، كل واحد وضعيته. دولور مثلا فرحات اللي جاو لها طربوس ما كانوش في طربوس السابق، كان هناك حديث على أنه ربما انتقد دولور ضمنيا في وقت سابق لأنه ما كانش عنده حسب المدرب الوطني بالماضي الإرادة للمجيد، على منه أنه في تلك الفترة الرابطة الفرنسية منعت تنقل لاعبي الأفارقة إلى منتخباتهم، صار اللي صار، ومن بعد لغاو القرار، كان اللي جا كما سليماني كان المغداش. المهم أعطى تفسيرات وتبريرات، تكلم على وضعية عدة لاعبين بالعمري، ولكن النقاط المهمة اللي نتوقفوا فيها هي التايمينغ. يعني احنا لازم نعترفوا بلي عندنا هدفين على المدى القريب. الهدف الاول فيه تصفيات كاس امم افريقيا اللي انتهينا منها، يعني رايحين الدوره النهائيه. يجب على المدرب الوطني اليوم
يعطي الاولويه وهو ما هو حاصل. كي تشوف يعني التركيبه تاع لي غار ان بلوتو التشكيله القائمة 30 لاعب وتكلم على حراس المرمى والمناصب وربطها دائما بالاهداف. يجب ان نعترف بانه اليوم المنتخب الجزائري هو حامل الكاس يعني لو شامبيون تيتر، يعني الاولويه هي الحفاظ على اللقب، هذه اولويه والوبجيكتيف يعني سي بور بيانتو. من غير المعقول انه تصيب مدرب اليوم يجي يدير شومبولمون في لا ليست دي جوار، يعني عنده لاعبين اللي كاينين التركيبه اللي دات لاكوب دافريك مازالهم كومبيتيتيف مازال يلعبوا. السياق رفيق في السياق اسمح لي على المقاطعه، تحدث كثير الناخب الوطني وانا تبعت الندوه يعني بدقه جيده، تحدث كثير على لا كونكورونس داخل المنتخب الوطني، منافسه طبعا على المناصب، هذا الشيء اللي خلى بعض الاسماء ان صح التعبير ثقيله تسقط من القائمه عدم استدعائها، وايضا بعض اللاعبين متالقين في البطوله الوطنيه يعني في السياق لم يتم استدعائها. برر الناخب الوطني بان هناك المنافسه على المناصب، بمعنى اليوم المناصب اصبحت غاليه جدا في المنتخب الوطني. شوف كاين نفس الشيء راه يتكرر، تكون ندوه صحفيه نطرحوا نفس الاسئله ويكون نفس الاجوبه ويكون نفس النقاش، هذا دائما انا نكررها ربما ماشينالمون يعني، وهذا خطا. لانه اليوم قلت لك حنا رانا ابطال افريقيا، المدرب عنده او يعمل على جبهتين قلناها في الحصه اللي فاتت. الجبهه الاولى هي الذهاب الى الكان بمنتخب قادر ان يحافظ على اللقب، وهذا يمر حتما عبر الاعتماد على نجوم المنتخب، يعني ابرز اللاعبين القادرين على العطاء، هذه اكيد، بدليل انه كي تكلم مثلا في حراسه المرمى وقال صراحه عندك لا كوب دافريكا عندك كاليفيكاسيون كوب دي موند، يعني ما تحتاجه اليوم هو عامل الخبره اكثر منه اللاعبين الشبان. واش يدير هو اون باغلال؟ الجبهه الثانيه يحضر دائما لبدائل في عديد من المناصب تحضيرا لاي طارئ ربما يصاب لاعب يكون عنده يعني بديل، وايضا يحضر المنتخب الجزائري دائما وعلى الدوام لما بعد الكان والمونديال، هذه حقيقه، هذا من الصعب ديرها. لكن كنت نتكلموا على اللاعبين، يعني تكلمنا على لاعبين البطوله الوطنيه، ونقول اتكلم على اللاعبين الجزائريين، انا افضل الحديث عن اللاعب الجزائري المحترف سواء كان محترفا في البطوله المحليه او خارج البطوله المحليه. ما لازمش نديروا قال الكوطا تاع لو شامبيون لوكال على عيوبه، كاين نجوم في المنتخب الجزائري، لكن يمكن ان تصيب اليوم مثلا امير سعيود مثلا ولا مسعودي تاع الثوره، يمكن هذا مسعودي قيمة ثابتة نجم، ونجم البطولة الجزائرية مثل سعيود نجم البطولة الجزائرية، لكن في منصب سعيود مثل ما قال المدرب الوطني هناك عدة خيارات، هناك أولويات، هناك لاعبين بارزين مثل سعيود أو أكثر من سعيود وعندهم خبرة في المنتخب الجزائري، ماشي ماهوش لازم على المدرب وأي مدرب أنه يكون لاعب نجم يجيبوا عنده 4 ولا 5 في البوست. ممكن تصير في البطوله لاعب اقل نجوميه من امير سعيد ويسد على المنتخب لانه يلعب في منصب اخر. نعطيك دليل، حراس المرمى، من كان اليوم يتوقع انه حارس اولمبي المدية نصيبوه في قائمه المنتخب الجزائري؟ ورغم انه لعب 5 مباريات رفيق وحيد، يقول لك البعض يعني شوف هنا نفتحوا قوس لو سمحت رفيق وحيد، يقول لك لاعب لعب 5 مباريات فقط مع اولمبي المدية يتم استدعائه للمنتخب الوطني. انت تحدثت على امير سعيود، الناخب الوطني ايضا تحدث على امير سعيود، قال نقول امير سعيود ادى موسم رائع، امير سعيود لاعب ممتاز، امير سعيود يملك امكانيات ومهارات، ولكن لا نقول بانه امير سعيود يستحق التواجد في المنتخب الوطني، يعني علق هكذا على امير سعيود وبالنسبه للاعب مسعودي لاعب شبيب التصاور، قال يعني ليس بالضروره ان يكون لاعب ادى موسم مليح في البطوله الوطنيه نقول هذا لازم يكون في المنتخب الوطني. لماذا؟ لانه لو يعني تستند على هذه القاعده ربما حتصيب يعني صناع لعب في البطوله الجزائريه 5 لاعبين اضافه الى اللاعبين الحاليين، هل اليوم نجيبوا 10 لاعبين يصنعوا اللعب في المنتخب؟ غير ممكن. في الثمانينات نتذكر والشيخ يشفع عليها كان عندنا ديديس، كان سيتي اونافي لومبا دي شوا 10 ولا 12 لاعب يعني يحمل رقم 10 صانع العاب من مستوى عالي،
كان بويش مزيان عاجيسة مبايدي يعني ستي لومبارا دو شوا، ولكن امام الاخضر باللومي ما قدروش يعني يبرزوا ولا يكونوا اساسيين في المنتخب. هذا لا يقلل من قيمتهم، ولم يكن اي مدرب في ذلك الوقت مطالبا بجلب كل هؤلاء اللاعبين. في النهايه التبرير منطقي، وقلت لك احنا تكلمنا عليه عده مرات، هذا لاعب ممتاز او دابع عده مباريات لازم يجي للمنتخب. اكيد هي للاعب من حقه انه يطمح يكون في المنتخب، لكن صحيح شجعهم بطريقه اخرى، قال يعني يجب هؤلاء اللاعبين يعني يستمروا في العطاء وبذل الجهد من اجل حجز مكان اساسي، وقال اكيد في المستقبل سيكونوا في المنتخب. وكاين نقطه مهمه يعني، الامير سعيد ولا اي لاعب، نتكلم على الامير سعيد. أمير سعيد حتى يكون اليوم ممتاز وعندك أنت يعني لاعبين في المنصب تاعو عندهم خبرة في المنتخب، صعب أنك تبدل. وكي تدير لوبجيكتيف تاعك بالتشكيلة الأساسية وبالتركيبة الأساسية تاع المنتخب من أجل تحقيق الأهداف، كي نتعداو نفوتوا لاكوب دافريك لافاس فينال وإن شاء الله ندو لاكوب دافريك بيان سور ونروحوا لاكوب دي موند. ابري سي لو فاكتور اج، عامل السن مهم. سعيود قريب 30 سنه، هل اليوم تبني يعني ما نقلش من شانه، لاعب ممتاز يعني لاعب خارق للعاده، ولكن ما تقدرش تبني عليه مستقبل منتخب. يمكن تعتمد عليه في مرحله ما في مباراه ما اذا كان المدرب احتاج له نظرا لغياب لاعبين اساسيين في المنصب تاعه، لكن انك تبني عليه مستقبل المنتخب لا. بالعكس انه حارس اولمبي المديه كي جابوا سا فو با دير فور اوتون اليوم راح يلعب ماتش، صحيح راه اليوم قلت يلعب 5 6 ماتش، لكن المدرب الحراس تاعو في اولمبي. لو سمحت اسمح لي المقاطعه، نرحبوا بطبعا الاعلامي فهمي البرهومي من تونس. اهلا بك فهمي البرهومي في برنامج الفار الرياضي من الجزائر. مرحبا بك كابتن، تحيه ليك وتحيه للكابتن محمد والكابتن رفيق، وسعيد اني نكون مره اخرى ضيف عليكم في الجزائر بلادنا الثانية اللي حبوها برشا في تونس. شكرا لك على الالتحاق معنا في هذا البرنامج، وتحول إليك بالسؤال مباشرة فهمي البرهومي عفوا، ما هي آخر استعدادات المنتخب التونسي تحسبا للوديات المقررة ما بين 5 جوان وأيضا إلى غاية 15 جوان؟ بالضبط زميلي، المنتخب الوطني التونسي انطلق اليوم الثاني يكون تدريبات بحضور كل العناصر اللي تنشط في خاصة الدوريات الأوروبية، بالإضافة لفرق اللاعبين ينشطوا مع فرقهم في تونس، خاصة اللاعبين الترجي وبعض من النجم الساحلي اللي توجدت لهم الدعوة باعتبار أن الفرق نتاعهم انسحبت من سباق كأس تونس. وعلى فكرة يعني في تونس الدوري التونسي تعرفوا مليح توقف وانتهى بحصول الترجي على لقب بطولة، لكن حاليا كأس تونس المسابقة الثانية هي اللي تنشط، ومباراة غدوة باش تكون ثم مباريات الدور الثمن الدور الربع النهائي، لكن هذا ما يمنعش لنشاط المنتخب الوطني التونسي يزال يتواصل بحضور كل اللاعبين تقريبا، ابرزهم حنا بعل المجبري وعمر الرقيق، ايضا عصام الجبري، عدد اللاعبين الجدد يعتبر المنتخب الوطني التونسي. طبعا خلينا المنذر الكبير استدعى 4 حراس وهما فاروق بن مصطفى، معز حسن، معز بن شريفة، عاطف الدخيلي. فيه القائمة ربما أثارت استغراب ربما الجمهور التونسي بعدم استدعاء ثنائي النجم الساحلي محمد الحاج محمود مالك بعيو، بالإضافة إلى صاحب الخبرة الطويلة على المستوى الدولي لاعب الترجي غيلان الشغلالي، معتز الدام الذي سجل حضوره أيضا للمرة الأولى في المعسكر الماضي في ختام تصفية كأس أمم إفريقيا دون أن يشارك رسميا، لاعب شفيلد يونايتد الإنجليزي عفوا حسن العياري، ولاعب الإفريقي شهاب العبيدي. طبعا هؤلاء أو عدم استدعاء هؤلاء الأسماء كيف تراه يعني فهمي البرهومي كإعلامي؟ تقريبا يعني كل حالة بحالة، يعني لو كان عندنا في وقت نفسر كل حالة وحالة ليش ما وجهش الدعوة لإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، لكن خليني نكون مباشر. انتم تحكيوا توا على قائمة بالماضي اللي فيه ملعبية للأسف في الدوري الجزائري، خلينا نقول ملعب المحلي ما عندوش الأولوية وإلا الأسبقية باش يكون موجود في المنتخب الجزائري أو حتى المنتخب التونسي. تقريبا هذه الفاتورة اللي يدفعوها الملاعبية المحليين نفس الشيء اللي نقول اللاعب البطولة الجزائري ما عندوش الأولوية، لا
قلنا اللاعب الجزائري كان محترفا سواء كان محترف في البطولة المحلية أو خارج البطولة المحلية تكون هناك أولويات. يعني لو كان اليوم احنا المدرب الوطني يحتاج لاعب في خط الدفاع أو الوسط أو حارس مرمى وغير موجود يعني في اي بطوله يخدم البطوله المحليه ما مش اشكال. احنا قلنا ان المنافسه قويه وحنا عندنا اهداف على المدى القريب، ما نقول انه هناك دو بالي يعني واضح. تفضل. انا حبيت ناكد على كلامك كابتن رفيق، يعني ممكن اخلط على الفكره نتاعك في الاخر نتاعها ما نكونش في الاستماع، لكن حبيت نقول اني اللاعب المحلي ما عادش عنده الاولويه، لكن اذا كان ثم لاعب محلي بارز ستكون له مكانه في المنتخب التونسي او المنتخب الجزائري. تقريبا نفس الحال التوجه دائما للمعبيه اللي ينشطوا خارج البطوله في الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه في مصر والسعوديه. على كل بالنسبه للمعبيه اللي حكيت عليهم كل حاله وحاله، معتز قدام لاعب شاب لاعبيه النجم الساحلي شبان، لكن منظر الكبير ايران وفي عيسى العيدوني في انيس بن سليمان ربما هم ينشطوا في دوريات في الدنمارك وهم ابطال في المجر وفي الدنمارك يخير يكونوا موجودين. هذه بطبيعه اختيارات تناقش وعيسى العيدوني على فكرة من أم جزائرية. نعم بالعكس، هو ذاك ممكن هنا دور الاتحاد التونسي كما 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 الكام تاع بن يدر تايدر نبيل تايدر سفير تايدر اللي نبيل اللي لعب المنتخب التونسي وسفير لعب المنتخب الجزائري، وهذه اختيارات نتاع اللاعبين والاصول نتاعهم يعني تونسيه وجزائريه وهذه والاختيار اللاعبين. على كل يعني حبيت نقول لك اللي ثمم لاعبيه يخير الاطار الفني يقول لك ناخذ ملاعبي بطل المجر وبطل الدنمارك افضل من يكون في الدوري التونسي. بالنسبه للاعبين اللي حكيت عليهم ايمن عبد النور الحقيقه نقول لك لانه ابن عبد النور لا شك في القيمه الفنيه نتاعه، لكن اختيار مدر الكبير وهذا معناه اختيار وتقريبا بعد على المنتخب عنده اكثر من سنه او سنتين ربما عنده مكان على المستوى الفني، لكن هي الاختيارات بتاع الاطار بتاع الفني. وضح. ممكن محمد زكريني يتولى يقدم اضافه؟ تفضل. لا على رفيق واخ فهمي راح نزيد انا واحد الاضافه لاننا سمعت ثاني شويه الندوه الصحفيه على المناصب الغاليه قال صحيح. بالحرف الان الواحد صحيح. الان كل منصب فيه 3-4 لاعبين صحيح، وطرحوا له سؤال قال قالوا له عطال عاود استدعيته وفي الجهه اليمنى هل حليميه يعني قال لهم لا حليميه برهن ولاعب كبير وما فيش كلام قال ولكن كل بوست عندي 3-4 لاعبين قال لهم اللاعب الوحيد قال لهم داليكار الى بريليكار على زملائه في الجهه اليسرى بن سبعيني قال لهم رامي خلاص براسك ضمن مكانه رسميا في المنتخب حتى ولو عنده دي كونكيرون ولكن راه بعيد عليهم. قال كل بوست كل يعني منصب عندي 3-4 لاعبين صحيح. قال لهم بالحرف الواحد سعيود لاعب لبس به لاعب ممتاز قال لهم باش نجيب سعيود وانا عندي في مكان صانع الالعاب ولا عندي 2 و3 صحيح. باش نحي ونحط سعيود من الصعب باش نستدعي لاعب يعني نحطه في دكه البدلاء وانا استدعيت 30 لاعب صحيح. قال ما نقدرش نجيب كل اللاعبين شكرا. قال نزيد حاجه فضل واحده فضل قال على مصمودي قال لاعب كذلك سجل 17 هدف قال ولكن عندي بونجاح سجل اهداف قال بالحرف الواحد عندي بونجاح عندي سليماني وعندي دولور واضح. يعني خليني استغل فرصه قبل ما ننهي الجزء الاول من هذا البرنامج وطبعا نتحول مباشره الى فهمي البرهومي عبر تقنيه سكايب متواجد معنا من تونس. كيف تابع الاعلام التونسي الندوه الصحفيه للناخب الوطني خاصه وانه تحدث عن المنتخب التونسي الذي احتل المرتبه الاولى عربيا وقال جمال بلماضي طبعا بان الفوز على المنتخب التونسي لديه العديد من الاعتبارات في ترتيب الفيفا بالنسبة لتحسين أيضا نتائج المنتخب الوطني. كيف يعلق فهمي البرهومي؟ والله الحقيقة يعني ما نحب أقول لك جمال بالماضي وشأن المنتخب الجزائري هو نتبعوه بصفة خاصة إذا كان المنتخب الجزائري باش يكون منافس لمنتخب تونس في مباراة ودية. جمال بالماضي الحقيقة أنا نعتبره من خيرة المدربين اللي مروا على المنتخب الجزائري لأنه أعطى يعني إضافة كبيرة للمنتخب هذا وخير دليل فوز الجزائر بكان مصر 2019. شفنا بالماضي في الندوه الصحفيه نتاعو والاخبار اللي تناولناها وشنو قال وتصريحات نتاعو. جمال الماضي كان وفي وذا حرم فيها انه تقريبا اللاعب يكون ناشط مع الفريق نتاعو تقريبا يكون موجود في المنتخب ما فماش محاباه ما عندوش يعني امور نتاع سمسره او غيره وغيره هذا يعني اختيارات تقريبا تكون فنيه
ربما قلنا الجمل الماضي نجح بنسبة 90% تقريبا في الاختيارات نتاعو باش ما نعطيوش الكمال نتاع 100% والكمال لله. جمال الماضي شخصيا نعتبره مدرب ناجح وبجمال الماضي نجح في الكان، لكن يتأكد ان شاء الله اذا كان في المرحله القادمه وهي الاهم بالنسبه للمنتخب الجزائري هي التاهل للمونديال، وان شاء الله منتخب الجزائري يتالق في مونديال. لو سمحت فهمي البرهومي، انا في سباق مع الزمن، فهمي البرهومي اختم معك، كيف ترى صراحه المواجهه بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري؟ هل ترى بان المواجهه صعبه بالنسبه للمنتخب التونسي امام بطل افريقيا بكل صراحه؟ هي صعبة، هي مباراة تحدي للفريقين. منتخب تونس في لاعبين جدد، منذر الكبير لعب ضد منتخبات أقل مستوى منتخب الجزائر، إذا كان يفوز ويقدم مباراة مطيبة ضد منتخب الجزائر فنقول هناك عمل جيد. وأيضا بالنسبة لي جمال الماضي كما تحدث في المؤتمر الصحفي هي مباراة من أجل أنه يعرف المستوى متاع المنتخب بتاعه، وكذلك مهمة بالنسبة للتصنيف في الفيفا اللي هو مهم جدا إن شاء الله في الدور الأخير ما قبل التأهل للمونديال، وقت اللي منتخبات من كبار أفريقيا باش تواجه بعضها من أجل 5 مقاعد للمونديال. شكرا فهمي البرهومي، كنت معنا من تونس، أشكرك جزيل الشكر على الالتحاق معنا، ونلتحق بك أو نتواصل معك دائما في قادم الفرص. شكرا جزيلا. إذن كان معنا فهمي البرهومي من إذاعة موزايكا التونسية. طبعا مشاهدينا الأفاضل رفيق وحيد وأيضا محمد زكريني، مشاهدينا نتواصل معكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليل.